Assalamu alaikum. My name is Saeed Akhlaque. I'm a freshman in high school, in early college high school in Round Rock, Texas. And today I will be reciting Surah Ma'idah, Ayah 82 to 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا من الحق من ال... يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع وأن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفرته إطعام 10 مساكين مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الجمع في الخمر والميسر وليصدوكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فأعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ مِّن صَيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يخفاهم بالغيب. فمن اعتضى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا صيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم حدا بالغ الكعبة وأكفرة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمرها عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وهم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس واشهر الحرام والهدايا والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
عالم اعلم ان الله شديد العقاب شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم. Today I read Ayah 82, Surah Ma'idah, Ayah 82 to Ayah 104. And this was just 7 Ramadan nightly Quran recitation for Muslim space. Jazakallah.